أنا إلى الآن مصدوم ومش مستوعب أن زيد وقع قرار فصل سيف من الشركة. أخوك من أمك وأبوك تفصله من الشركة؟ وعلشان مين؟ علشان هذا اللي اسمه يوسف؟ ولد عمنا أجل، ها؟ ولد عمنا يعني 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 هو في حسبة الأخ، ما همه؟ كش ملك برا الشركة وانت على طول وراه؟ سم أبشر ولا يهمك، افصل فلان أبشر على طول، ما تقول ليش هذا أخوي وش سوى. ومن يكون أصلا يوسف علشان يدخل الشركة ويتأمر ويقعد يسوي حركات ما يسويها حتى التي بوي ما يسويها، مصدق نفسه مسؤول، مصدق نفسه هو اللي يكوش على كل شيء. يعني قالك وقع على طول توقع وتفصل أخوك؟ ترى بيفصلني أنا بعد، وإذا فصلني أنا خلاص من يبقى في الأخير؟ راح تبقى حضرة جنابك يا بروفيسور زيد، وراح يفصلك، راح يطيرنا كلنا. وليش؟ لأن إحنا ما تكاتفنا. ضربة في الرأس توجع وضربتين بتوجع أكثر، والثالثة بتكون ثابتة عليك. أما بالنسبة ليوسف جاك الموت يا تارك الصلاة.